السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تلاعب ميليشيات الحوثي بالمقررات الدراسية الجامعية وإدخالها مضامين طائفية وأخرى تمجد السياسة الإيرانية في المنطقة. أكدت مصادر أكاديمية قيام ميليشيات الحوثي بإعادة صياغة مقررات دراسية في جامعة صنعاء تحمل بعدا طائفيا وتتعارض مع الهوية الوطنية. ونشر موقع المصدر أونلاين صورا لمادة الثقافة الإسلامية المعدلة ومادة جديدة تعيد تعريف الصراع العربي الإسرائيلي بناء على الثقافة الإيرانية. وبناء على التقرير الذي نشر، فإن مضمون المقررات مستنبط من ملازم حسين الحوثي، بل إنه يعتبر ترجمة لها ويأتي في سياق توجهها. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أي مدى يمكن أن تمثل هذه المقررات خطورة على مستقبل التعليم الجامعي؟ ومن ينقذ التعليم الجامعي من التجريف والتلاعب بمضامينه التعليمية؟ قبل النقاش نتابع التقرير. استهداف الثقافة الوطنية وغرس الطائفية، سعي مستمر من ميليشيا الحوثي لتغيير كل ما له علاقة بالوطنية والهوية العامة، بدءا بالمناهج الدراسية وانتهاءا بالمقررات الأكاديمية. مصادر أكاديمية أكدت قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المقررات الدراسية في جامعة صنعاء، حيث لم تكتفي الميليشيا باحتلال الجامعة والتضييق على الحريات فيها، بل اتجهت لإعادة صياغة مواد قديمة وإضافة مواد جديدة. ركزت الميليشيا على مادة الثقافة الإسلامية، والتي وفق المصدر أونلاين تم إدخال إضافات جوهرية فيها مستمدة من ملازم حسين الحوثي، حيث ورد اسم قرن الشيطان كإشارة للسعودية، وتم إعادة تعريف الثقافة والمثقف بناء على الثقافة الحوثية والتركيز على الولاية وغيرها من المفاهيم الطائفية. عملت الميليشيا في تعديلاتها الجديدة للمناهج على تجريف الهوية الحضارية والقومية في محاولة لإعادة تعريفها بناء على الثقافة الإيرانية، وفرضت لذلك مادة جديدة أسمتها الصراع العربي الإسرائيلي. ووفق المصدر أونلاين، فإن هذه المادة ألفها محسوبون على الميليشيا، منهم مشرف الدائرة الثقافية للحوثيين يحيى أبو عواضة، الذي تبنى نشر الفكر الحوثي بتعز قبل سنوات. ستكونون بإذن الله تعالى في مواجهة الأعداء. جريمة تجريف الهوية الوطنية بدأت بالمناهج الدراسية للمدارس الأساسية والثانوية، وتحويل النشاط الإذاعي للمدارس إلى هتاف للشعار الإيراني الشهير الموت لأمريكا، وانتهت بالمقررات الدراسية الجامعية. ويحذر أكاديميون من خطورة استمرار الصمت على جريمة الاعتداء على المناهج التعليمية والأكاديمية، التي تنذر بخلق جيل يمني منفصل عن ثقافته الوطنية وهويته العربية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الدكتور قاسم المحبشي، أستاذ تاريخ الحضارة والفكر السياسي بجامعة عدن. مرحبا بك دكتور قاسم. يا أهلا وسهلا بك، مرحبا. أهلا بك دكتور، لعلك تابعت التقرير الذي نشره المصدر أونلاين في اتجاه الميليشيا إلى تجريف المناهج التعليمية ابتداء من المدارس إلى الجامعة، وكيفية تحويل وتغيير الهوية في الهوية الإسلامية، وأيضا كل المضامين التي يتعلمها الطلاب في السنوات الجامعية وتحريفها بما يخدم إيران وسياسة إيران وحزب الله في المنطقة. نعم والله، أنا طبعا اطلعت على المناهج اللي تم إعدادها باعتبارها مناهج لمادة الدراسات الإسلامية في الجامعة، متطلب جامعي في كل أن هي كارثة جاءت كثير جدا مثل الحال جماعة الحوثي إلى هذه الدرجة من الانحطاط تدخل في مؤسسة هي ينبغي تفترض تظل مستغلة على الصراعات السياسية. هذه الملزمة حينما يغرق المرء في هذه اللحظة الراهنة ونحن في عصر ما بعد الحداثة في القرن 21، يعني فعلا صدمت يعني حينما رايت تعريف المادة، تعريف الثقافة الحوثية او في المنهج الجديد في جامعة ثقافية مستحضرة، يعني من وين يجيبوا هذه المفاهيم؟ يعني بالاضافة الى تخصيص عالم الى تخصيص مع اسرائيل في استاذ ضد اسرائيل، هذه اللغة لا
خارج إطار العلم والمنهج العلمي وخارج العقل والعقلانية. وتعرف يا صديقي كما دائما العلم قد والرأي كثير في اتفاق حول المفاهيم العلمية مش من أجل صنف أي جماعة تصنف تعمل منهج الجامعة أو المدارس. العلم في اتفاق حول العلماء اتفقوا حول المفاهيم الأساسية التي ممكن يدرسها للطلاب كلهم ما في سنة روسية سنة إسرائيلية. الحقيقة كلها واحدة، المفاهيم واحدة، وهذا نحن في عصر كلما يعني حين نحن في العصر في الإسلام والمسلم الحوثية تلقينا إلى عصر جاني يعني اللغة بهذه بهذه الملازم الولاية. الولاية معناها ولاية غانونية للدولة للمحافظة هم عرفوها ولاية. طيب دكتور إذا تكرمت وسمحت لي سنعود بك الاتصال، وأتمنى لو يكون لديك يعني رقم آخر ويكون الصوت أوضح لأنه لا نستطيع أن نفهم ما تقوله بوضوح، وأيضا المشاهد الكريم سنعود بك الاتصال وأتمنى أن يكون صوتك أوضح حتى نتمكن من فهم ما تقول. اسمح لي أن أنتقل إلى السودان مع الدكتور توفيق الجبري أستاذ العلاقات العامة. مرحبا بك دكتور توفيق. أهلا وسهلا حياكم الله. مرحبا بك دكتور. كيف تتابع التجريف الذي تنتهجه الميليشيات الحوثي في تغيير المناهج ابتداء من المدارس والآن في الجامعات، تغيير مضامين كبيرة في مادة الثقافة الإسلامية وتحويلها إلى ما يشبه ناطق بسياسة إيران وحزب الله في المنطقة؟ قبل أن أتحدث اسمح لي قليلا، يعني نحن حقنا ولا زلنا نحذر ونشد على يد الشرعية والتحالف العربي. اليوم الحوثي لم يكتفي بإسقاط الدولة والانتداب على الشرعية وعلى مؤسسات الدولة واستبدالها بميليشيات مسلحة، لكن للأسف الشديد اليوم الحوثي يمارس بدعم من إيران وحزب الله ويمارس الإرهاب بكل أنواعه، يمارس الإرهاب العسكري في الجبهات، يضرب الصواريخ والوقود أنواع الأسلحة على المدنيين وعلى السكان المدنيين من الأطفال والنساء، ويمارس الإرهاب الفكري. أريكم إلا أريكم إلا سبيل الرشاد المنطقة الفرعوني، ويمارس اليوم سياسة التجريف الثقافي المتمثل بتغيير المناهج في وزارة التربية، واليوم بدأ إلى وزارة التعليم العالي ويريد أن يغير بل قرر أصبحت من المقررات الدراسية في جامعة صنعاء. الحوثي اليوم يا عزيزي يقول تغيير الديموغرافيا في المنطقة، تغيير اليمنيين من منازلهم واستبدالهم بالجماعة، يقوم اليوم بشراء بيوت تحت تهديد اليمنيين ويوزع كل عقارات وأملاك الدولة لصالح الجماعة. فهو يمارس كل أنواع بما فيها الإرهاب الفكري والإرهاب الثقافي الذي يريد أن يفرض علينا ثقافة دخيلة، ثقافة إيرانية لا كبير بالثقافة الإيرانية وثقافة حزب الله على المجتمع اليمني. اليوم الحوثي يريد أن يخبر العالم ويريد أن يقنع اليمنيين أن من خلال المقررات الدراسية التي فرضها على جامعة صنعاء معناها خروجه على المحيط العربي، وكذلك هو يريد أن يروج لما يدعي ولما يقول الثقافة القرآنية. وللأسف الشديد هذه المبررات أو ما يقول الثقافة القرآنية ما هي إلا عبارة أو أبسط مفهوم نستطيع تعرفها، هي ترجمة فعلية لملازم سيد بدر الحوثي. هو يريد من خلال هذه المناهج أن يرسخ لمفهوم الولاية، ومعنى أن يرسخ لمفهوم الولاية معناها ترسيخ لمفهوم العبودية، إلغاء ثورة 26 سبتمبر، إلغاء ثورة 14 أكتوبر، إلغاء ثورة 11 فبراير. يريد أن يجسد ويريد أن يطبق المعايير الثقافية الإيرانية على المجتمع اليمني، وأن ينقل التجربة الإيرانية وتجربة حزب الله إلى اليمن. فلا بد أن يتنبه الناس لهذا الخبر المشدق في جامعة صنعاء. طيب دكتور توفيق. نعم
دكتور توفيق، نعم. ملازم حسين الحوثي هل يمكن لها أن ترقى حتى تصبح مادة تعلم وتدرس في جامعات أكاديمية كجامعة صنعاء وغيرها في اليمن؟ يا أخي الكريم، بالنسبة لملازم حسين الحوثي تعتبر كارثة بكل المقاييس، وإهانة أيضا للعقول الأكاديمية والطلابية. هذه المقررات يعني تتجد أو هي تعتبر يعني لها أبعاد طائفية وتخدم أجندة الحوثي وتخدم إيران وحزب الله. وبالنسبة لقضية ملازم حسين بالفردية الحوثي، أنا أعتقد أن هذه الملازم يعني تفتقد للمعايير كثيرة، تفتقد للكثير من الأسس المنهجية العلمية، تفتقد إلى الصياغة، يعني إلى صياغة حتى في اللغة. اللغة التي يكتبها حسين بدر الدين الحوثي في ملازمة لغة عامية ركيكة لا تمد للمنهجية الأكاديمية بصلة، يعني ناهيك عن الأخطاء اللغوية والنحوية في أبسط أساسيات اللغة. وحينما ترى أيضا من المؤلف لهذه المقررات، تجد أن هناك مجموعة من ضمن المؤلفين ليس لهم أي مؤهل أكاديمي. المؤهل حقهم أنهم تشربوا بعض الدروس الطائفية، الدروس الإرهابية التي تحرض على القتل وعلى نهب أموال اليمنيين. من خلال ما قرأت أنا هذه المقررات، قرأتها واطلعت على بعضها، وجدت أن الذي من ضمن الذين كتبوا هذه المقررات يحيى قاسم أبو طاضة، وهذا مشرف الدائرة الثقافية للحوثيين. الرجل لا يستطيع حتى أن يتكلم باللغة العربية الفصحى، لا يعرف مفردات اللغة، لا يعرف أساسيات اللغة، ولا يعرف يعني ليس لديه إلا ما تشرب من كلام ومن ثقافة عبر ما درس عن طريق حسين بدر الدين الحوثي. ومن المعروف أن حسين بدر الدين الحوثي تلقى تعليمه من والده على الطائفية، على الإرهاب، على كراهة اليمنيين، على الانتقام من اليمنيين وهكذا. نعم. طيب دكتور، ابقى معي دكتور توفيق، اعود الى عدن مع الدكتور قاسم المحبشي استاذ تاريخ الحضاره والفكر السياسي. دكتور قاسم، كيف يمكن لاكاديميين ودكاتره جامعيين واساتذه في الجامعه تخرجت على ايديهم اجيالا كبيره ان يقبلوا بمثل هذه الملازم التي تفتقر لادنى الادبيات الاولى، يعني لغه ركيكه لا ترقى لمستوى ان تدرس او ان تعلم، لغه عاميه فيها النفس الطائفي بشكل كبير جدا، ودكاتره واساتذه جامعات يقومون بتعليمها وتدريسها للطلاب؟ كيف يمكن لدكتور جامعي واستاذ جامعي ان يقبل بمثل هكذا يعني ملازم؟ يعني هي طبعا الوضع، تعرف الوضع في اليمن يعني ما زالت الجامعه يعني زالت حديثه، جامعاتنا حديثه يعني عمرها قليل جدا. جامعات اليمن كلها عمر الجامعه الحديثه في العالم صار اكثر من 10,000 سنه، يعني قصدي حوالي 1000 سنه. في عدن وصنعاء وكل الجامعات العربيه حديثه التكوين وقابله للاختراقات هذه. لكن الملزمة حينما اطلعت عليه، ملزمة الحوثي يعني التي يراد أن تكون مناهج جامعية، هي كارثة فعلا كما أشار المتكلم. يعني بمعنى أنه يعني حتى الحوثي نفسه ليش اتصال على هذا التغيير أو اختراق الجامعة، هذا سقوط وهزيمة، فعلا هزيمة أخلاقية وعلمية وثقافية. لابد أن تظل الجامعة بمنأى عن كل الصراعات الإيديولوجية، أن يأتي بملزمة عندها شحنة إيديولوجية عنيفة وطائفية بلغة يعني قديمة جدا لا يمكن أن تتناسب مع الحال الوضع الراهن للعالم. نحن في عالم العولمة، عالم الوحي، عالم الترابط بين الناس. يعني حينما أنا عندما قرأت تعريف الثقافة يسميها الحذاقة، تعريف الإنسان المسكين، يعني لا المفاهيم المستخدمة لا تمت للعلم بسرعة أبدا. ولا أعتقد أنه في أكاديميين هم اللي عملوها، مستحيل تكون يعني ورقة يعني تعبر عن فعلا رأي أو مجموعة أكاديمية في جامعة صنعاء. أنا أرى أنه أعضاء الهيئة التدريسية والمساعدة في الجامعات اليمنية هي في لحظة تحدي أن تكون أو لا تكون، ينبغي أن تعتصم، أن ترفض هذا الاختراق الخطير جدا، لأنه بضيع الجامعة. الجامعة هي مؤسسات عامة للأجيال الحالية والمستقبلية، لأحفادنا.
نعم لابد أن تكون منزهة عن هذه الاختراقات طيب. وهذه الأعمال المشيرة فعلا في حق نعم. الجامعة. طيب دكتور قاسم، لا شك أن مثل هكذا يعني ملازم أو هكذا أفكار يتم تمريرها على الطلاب تأثر بصورة أو بأخرى على طلاب المدارس الذين لا زالوا في بداية أعمارهم، ربما لا يستوعبوا حجم هذا الكلام أو هذا يعني الأهداف التي يراد من خلالها غرسها في نفوسهم، لكن كطالب جامعي ربما أصبح أكثر نضجاً وأكثر معرفة، هل يمكن أن يتأثر حتى طلاب الجامعات بهذه الملازم وبهذه الأفكار؟ هي أعتقد أنه مستحيل واحد يعني يقتنع بها، يعني أنا قرأتها قرأت يعني مستحيل واحد يعني يمتلك نذر قليل من العقل ممكن يتقبل هذه الجرعة الطائفية الإيديولوجية اللي موجودة في الملازم، ليست علمية ولا عقلانية ولا تتفق مع الحس السليم، لكن هي منقسمت عقولهم طبعا في هذه الملازم، ممكن أن يتقبلوها كإيديولوجيا. أعتقد أنه ستلاقي رفض عند الطلبة وعند الأساتذة، يعني هكذا أتخيل، أنه يعني مش معقول واحد يعني في جامعة مصر أكاديمية يعني يعتكف على قراءة ملازم بهذه اللغة الرشيكة جدا واللي ليس فيها من العلم أي شيء ولا منهج العلمي. يعني هو أعتقد الهدف من تكريس ما يسمى اللحظة القرآنية أو المسيرة القرآنية أو الإيديولوجيا الجديدة الطائفية هي أعتقد لحظة خراب حقيقي وفشل في إدارة الموقف وفي فهم اللحظة. صعب جدا أنه نأتي بمناهج صل أكثر يعني جاهلية نعم تدرس جامعات الآن. طيب دكتور، سؤال أخير فقط أودعك فيه، الآن المسؤولية بالنسبة لوزارة التعليم العالي للحكومة والقائمين على العملية التعليمية، ما هو دورهم أمام هذا التجريف وهذا العمل الممنهج الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي في تغيير كل الأفكار بما يخدم أهدافها الطائفية وأفكارها؟ شوف يا صديقي، طالما والحوثي هو يعني مسيطر على صنعاء ومسيطر على الجامعات والمؤسسات، هو سيعمل كل ما بداله طبعا. اذا لم تستطع هذه الحكومه او الشرعيه الموجوده في كل العالم مش عارف وين هي، اذا لم تستطع ان تعيد الشرعيه الى صنعاء وتعيد الدوله وتعيد المؤسسات وتعيد الجمهوريه وتعيد، يعني اعتقد انه ما الذي يعمل حسين با سلامه مثلا في عدن، ما الذي ممكن يعمله في صنعاء؟ المسألة هي مرتبطة بالحرب، مرتبطة بالقوة، مرتبطة بقدرة الشرعية على إعادة الوضع وإعادة البناء للمؤسسات. إذا استمر الحوثي بالحكم والهيمنة وتدمير المؤسسات، هو سيعمل مناهج وربما نشيد وطني وربما حاجات كثيرة جدا. هي مرتبطة يعني ما الذي يستطيع أن يعمله مثلا ورقة من وزارة التعليم العالي أو خطاب أو تنزيل. نعم. مسألة مرتبطة بعلاقات قوى وقدرة على حسم المعرفة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ تاريخ الحضارة والفكر السياسي بجامعة عدن الدكتور قاسم المحبشي، كنت معنا من عدن، وعودة إلى الخرطوم مع الدكتور توفيق الجبري. دكتور توفيق، أيضا أنت وجهة نظرك، هل يمكن لطلاب الجامعات أن يتأثروا بهذه الأفكار وينجروا وراءها ويصدقونها؟ المسألة ليست مسألة جماعة، يعني قد يكون الكثير من أبنائنا والكثير من إخواننا طلبة الجامعة غير مقتنعين بما يقوم به الحوثي من تغيير للمناهج، لكننا نخشى مع الاستمرار الاستمرارية وتلقين الأطفال الناشئين الصغار هذه المعلومات حتى يصعد جيلا لا يعرف عن هويته اليمنية. تغيير المناهج يا أخي الكريم معناها طمس للهوية، معناها إرجاعنا للقرون الماضية للاكتكال بقضية الحسين ومعاوية ويزيد، معناها طمس الهوية الأرضية التي هي تعتبر هويتنا التي لا يمكن أن نتنازل عنها. ثم إن المناهج التي وضعت من قبل وضعت على أسس وطنية، ويعني على أسس وطنية، ومن قام بها هم مجموعة ونخبة
من الأكاديميين اليمنيين الذين لهم باع كبير في المناهج ولهم باع كبير أيضا في معرفة أسس المنهج التعليمي وبتوافق كل أبناء الشعب اليمني، لأن من قاموا بالمناهج من قبل قاموا على أسس وطنية، ليس لهم أي ولاء حزبي وليس لهم أي ولاء للخارج الدولة ولخارج الإقليم، لكنها بنيت على أسس وطنية. لكن اليوم الحوثي يمارس إرهاب لا يقل شأنا على القتل الذي يمارسه في حق اليمنيين. تغيير المناهج معناه طمس الهوية، معناه استبدال يعني هويتك وانتمائك للأرض وانتمائك لحضارتك التي سطرت يعني أفضل أنواع أفضل الحضارات على مستوى العالم. حضارتنا حضارة معين وسبع وحمير وحضرموت وغيرها من الحضارات التي كان لنا تواجد كبير على مستوى العالم. هو اليوم يريد أن يطمس كل هذه الحضارة ويستبدلها بقيم إيرانية وبولاية الولي الفقيه وبمناهج تأتي من قم من المراكز الإيرانية الشيعية التي لا تؤمن بقبول بالآخر ولا تؤمن بتعدد الأفكار ولا تؤمن أيضا، يعني هي عندها منطق واحد هو كما أسلفت في من قبل، هو المنطق الفرعوني، لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما يسطر عن السيد وما يسطر عن الحوزة وما يسطر عن قم وما يسطر عن الولي الفقيه هو الصحيح الذي لا يخالطهم شك بمفهومهم أو بمفهوم كما يقولون المسير القرآني. فقبيحون والأجيال الموجودة اليوم لا يستنعوا بما يقول الحوثي، لأنهم يمارسون أعمالها اليومية من قتل وتنكيل وتهجير وطمس للهوية والتجريم الوظيفي الذي يمارسه لكل أبناء الشعب. اليوم يا أخي يقوم بعقال الحارات ويلزم موظفين الدولة بحضور دورات ثقافية طائفية لا تؤمن بالقبول بالآخر، تؤمن بفكر معين، فكر متخلف، فكر يريد أن يعيدنا إلى ولاية البطنين، إلى السادة وإلى العبيد. هذه الأفكار لا تقل خطراً عما يمارسه من قتل ومن إرهاب عسكري. يجب على الدولة أن تتنبه، يجب على التحالف أن يتنبه أن الاستمرار وأن المماطلة في قضية الحسم العسكري هو خطر، هو تجريف للأجيال، هو تجريف لثقافتنا العربية والإسلامية، هو تجريف وطمس لهويتنا اليمنية التي نشأنا عليها وتربينا عليها، وحتى يعني أصبحنا كبار ونحن نعتز بهويتنا. إذا لم يتنبهوا وإذا لم يسارعوا للحسم العسكري فإن الفأس سيقع على الرأس. أشكرك جزيل الشكر الباحث في العلاقات العامة الدكتور توفيق الجبري، كنت معنا من السودان من الخرطوم، ونشرك معنا في الحديث الدكتور محمد ناصر المبارك باحث في علوم القرآن. دكتور محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك دكتور محمد. لا شك أن ميليشيات الحوثي يعني تعتمد في نشر ملازم حسين الحوثي و ترويجها للناس وتقديمها بأنها مقتبسة من القرآن الكريم ومن معاني القرآن الكريم. من خلال متابعتك واطلاعك عليها، هل فعلا لها صلة بالقرآن وما يدعو إليه؟ في البداية نشكر قناة بطيس التي تصل إلى مواضيع حساسة جدا في هذا الفكر الجهودي ولا نقول الجهودي. طبعا أريد أن أشير إشارات مهمة جدا، وهي الإشارة الأولى في القضية العلمية والمنهجية، ثم سأشير ثانيا أن الإشارة القانونية واللعنة الجامعية. طبعا أؤكد على ما قاله الدكتور الباحث في العلاقات العامة الأخ الدكتور توفيق الجبري، بصراحة كلام رائع جدا يعبر عن رؤية واضحة. هؤلاء من حيث المنهج العلمي يعبرون ويعيدون صياغة الفكر الجارودي الذي خرج والذي يتسمى به ويتنفس اسم الفكر الجيدي. طبعا لا علاقة لهذا الفكر الجارودي بالفكر الجيدي ابدا تماما، وهذه نقطة علمية مهمة جدا وفارقة. يحاول اليوم الحوثيون في الجامعات بعد أن ذكروا أن يفرضوا رؤيتهم وعقيدتهم في العوام. طبعا إذا كان ذكروا يعني في مثل فكرهم أمام العامة فبالتالي لن ينجحوا، سواء
كانت هذه الروابط العلمية الفكرية التي كانت تتقارب مع السنة سابقا لاستعادة الفكر الداوودي سابقا. ويسعى هؤلاء الانقلابيون لدخول أفكارهم للطبقة المتعلمة، طبعا الجامعات تعتبر الجامعة أفضل مكان يذهب إليه المجتمع بعد أن يخوضوا المرحلة المتوسطة ثم الثانوية. وإذا كان هؤلاء فشلوا فعلا أمام العامة فسيكسرون إن شاء الله بإذن الله تعالى أمام الطبقة المثقفة. الآن المواقع التي تنشر هذا التفجر وهذا السقوط وهذا الإسقاط الأخلاقي، لأنهم الآن هم ينشرون هذه المنازل في مواقعهم ويتكلمون أننا نؤسس في المنهج الجديد في جامعة صنعاء، وهنا نبدأ في النقطة الثانية والإشارة الثانية وهي نقطة اللائحة الجامعية. لا أظن أن أحد من المشاركين ولا حتى تقرير تطرق إلى هذه المشكلة. نعم، اللائحة الجامعية التي تذهب إلى عضو اتحاد الجامعات العربية في أول مادة منها يقال فيها أنه هذه المناهج العلمية ينبغي أن يلتزم بها، ينبغي الالتزام في هذا المنهج العلمي الخالي من الطائفية والخالي من الطبقية والخالي من السقوط الأخلاقي والمهنية. هذه الأشياء مهمة جدا. الآن كلها صاحت وكلها انفرطت. نعم، على هذا أننا الآن لو أن أي واحد أو لو أطرح أكاديمي دكتور جامعي يقدم بس في أي مكتبة إدارية طعم بما يصنعه العلمية من جامعة صنعاء لكفى إدارة، فما بالك وهم الآن يعلنون وينشرون ثقافتهم وينشرون كتبهم وملاحظهم. نعم، في جامعات علنا ويقولون نحن الآن بدأنا في منهج جديد، ويعلنون نقول ويقولون حتى وصلوا إلى أنهم يحرفون الأحاديث بمنهجهم، يقول يعني مثلا أنه لا فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وهو نحن، وفسطاط نفاق وزندقة لا إيمان فيه وهو غيرنا، يعني نحن. نعم دكتور محمد، نعم إذن هو 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 يعني تجريف ممنهج كما ذكرت دكتور محمد وأيضا الدكتور توفيق والدكتور قاسم المحبشي. لضيق الوقت أنا مضطر أودعك دكتور محمد ناصر مبارك، باحث في علوم القرآن، كنت معنا، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا للدكتور توفيق الجبري وكذلك للدكتور قاسم المحبشي. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.